السلام عليكم، اهلا بكم من جديد في حلقه جديده من حلقات يوم الخميس مع احمد اسامه. طبعا هنتكلم فيها عن اهم احداث الاسبوع اللي خلاص. اعتقد الحدث الاهم حاليا هو تحديد طرفي النهائي. الاهلي طبعا كان منتظر الفائز من الزمالك والرجاء، فاز الزمالك بالامس وصعد لمواجهه النادي الاهلي نهائي مصري في دوري ابطال افريقيا لاول مره، في نهائي دوري ابطال افريقيا لاول مره اتنين او ناديين مصريين بيتقابلوا في النهائي. هنتكلم كتير عن النهائي ده، لكن مش حابب اعدي ان حصل في الاسبوع ده طبعا الاحتفال بفوز النادي الاهلي بالدوري العام رقم 42 في تاريخه، ليتسيد كالعاده فكره الكره المصريه ب 42 لقب. وكان في لقطه كانت حديث الاعلام بشكل كبير جدا، وهي لقطه محمد فضلي مع كهربا. طبعا حابين ناكد ان الدوري العام ده خلاص قلنا كتير ان دي البطوله الاهم لاي فريق، ودي المعيار او المقياس الحقيقي لقوه الفريق محليا هو الدوري العام. وناس كتير اتكلمت خلاص في الارقام القياسيه، واحنا استعرضنا بعض الارقام القياسيه، ولكن لقطه فضل وكهرباء احنا ما اتكلمناش عنها في البرنامج، لان الحقيقه كان فضل عمل مداخله، وان كان وجهه نظري انا الشخصيه تفضل مستمره فكره الشكوى من كهرباء والشكوى من محمد فضل، وننتظر قرار من لجنه الانضباط، لان الثقه كل الثقه والناس كلها شافت ان محمد فضل هو اللي عنده بعض الرواسب هي اللي ادت بيه للتصرف ده مع كهرباء، وبالتالي كهرباء شد مع محمد فضل. فمنتظرين لجنة الانضباط، لان الجهة الاخرى او بعض جماهير المنافسين وربما اعلام المنافسين هيروج لفكرة ان عدم صدور عقوبة هو مجاملة لكهرباء، برغم ان الجميع باستثناء واحد زي خالد طلعت هو اللي شايف ان كهرباء بس هو اللي غلطان، والجميع مجمع على ان فضل المفروض ان هو كان اللي هو جاي بدور المسؤول، جاي في احتفالات النادي الاهلي البطولة، كل دوره ان هو ياخد اللقطة مع كابتن محمود الخطيب وهو بيسلم درع الدوري بصفته احد اعضاء اللجنة الخماسية، اللي طبعا الاستاذ عمرو الجنايني لاسباب خاصة بيه يعني اعتذر عن الحضور، وحتى النائب بتاعه ما حضرش وحضر محمد فضل. لكن بغض النظر، محمد فضل قبل ما يسيء لاي حد او لكهرباء او لاحتفاليه النادي الاهلي هو اساء للجنه الخماسيه، وبالتالي منتظرين قرار لجنه الانضباط في الشكوى المقدمه، حتى لو خلاص الموضوع من النواحي النفسيه خلاص زي بيقولوا كده هنا اتصافى وهنا اتصافى. الاقل في لقاء جمع بين اللاعب كابتن كهرباء والمسؤول محمد فضل، والقعده تمت بشكل كبير جدا. طبعا البيان اللي نزل بيان لم يرضي النادي الاهلي، ونزل بشكل يعني غريب جدا، وشكل بيشير لفكره اداره اتحاد الكره، لان محمد فضل هو اللي كان وراء الخطاب. لكن خلاص يعني قفلنا باب الموضوع ده، وفي انتظار لجنه الانضباط وعقوبات لجنه الانضباط، عشان ما فيش حد يروج لفكرة ان لجنة الانضباط وقاعدة العرب دي المستفيد منها النادي الاهلي اطلاقا اطلاقا اطلاقا، والصورة يعني واضحة للجميع باستثناء بعض الناس زي ما قلت واحد زي خالد طلعت كده. ده بالنسبة لفضل وكهرباء وموضوع الدوري، ثم مباراة نصف النهائي اللي هي بتحدد الطرف الاخر اللي هيواجه النادي الاهلي يوم 27 نوفمبر، وخلاص الامور اتحسمت. لكن في بعض القلق وبعض الاراء الغير طبيعيه انا اتقبلها جدا من الجماهير. يعني لما جماهير تقول نهايه فتره زمنيه لفريق فلاني لو كسر البطوله دي، الدخول في النفق المظلم لمده 10 سنوات والكلام الكبير ده، واللي هيحقق البطوله هيتسيد القاره لمده 10 سنوات، الكلام ده يعني اللي هيحقق البطوله هيتسيد القاره لمده 10 سنوات، دي بتحصل اذا ان شاء الله ان الاهلي حقق البطوله. لكن قبل كده نادي الزمالك حقق البطوله 2002 وكان مصيره ايه ال 10 سنوات اللي بعدها؟ ولا بطوله محليه ولا بطوله قاريه من بعد 2004. يعني كل الحكايه كانت سنه اللي استمرت فكره البطولات مع نادي الزمالك، والكلام ده لا هنا ولا هنا حقيقي، وكلام غير مقبول من الجماهير. وخاصه انا هنا رساله الجماهير النادي الاهلي اللي بينتابها بعض القلق، لا هنتكلم وهنطمنكم وهنعرفكم ان الامر مختلف تماما عن مباراه في الدوري بلا دوافع كبيره ومباراه في نهايه دوري ابطال افريقيا. لكن لما يصدر الكلام ده من المعلق
احمد الطيب، او حتى فكره تعقيب عليه وينزل تويته او بوست بالشكل ده، لا لازم نقف عنده، لانه هو المفروض له متابعين كتير. طبعا انا هنا بتكلم عن انه موهبه في الاعلام، خلاص لا خلاف عليها، ولكن بعض الاوقات بتطلع منه تصريحات بتبقى بتغازل الجماهير، او حتى لو هو كان قاصد يوصف الشعور اللي موجود عند الجماهير، اعتقد خانه التوفيق ودوره ودور اي حد مسؤول ان يوضح ان دي مباراه من 90 دقيقه اكيد هيكون في فريق منتصر واكيد فيها فريق مهزوم، والعامل الاساسي هيكون فيها للتركيز والهدوء والتوفيق بشكل كبير جدا خلال ال 90 دقيقه. لا القبل هيفرق في حاجه، ولا اللي جاي هيكون له تاثير. هيتاثر بانك ازاي تقدر تخرج للفريق المهزوم من اثار الهزيمه السلبيه، لكن مش لدرجه ان العالم هينتهي والتصويرات اللي احنا شايفينها والناس هتدخل وناس مشبهينها بانها حرب عالميه هتقوم 27 نوفمبر، الكلام ده مش صحيح وما ينفعش ننجرف وراه. وبالتالي هنا في عتاب على الكابتن احمد طيب، زي ما هتشوفوا البوست هو اللي حضراتكم على الشاشه زي ما حضراتكم شايفين. نتكلم جد شوية، لو فاز الزمالك بأبطال أفريقيا هيتعمل تمثال لمرتضى منصور في مدخل النادي، ده ممكن يكون وارد لما يتعلق ب يعني عقلية جماهير نادي الزمالك أو بعض المسؤولين في نادي الزمالك، لكن لما يجي هنا يقول ولو خسر الأهلي أبطال أفريقيا هيختفي بيبو إداريا إلى الأبد. ولو خسر الزمالك طب ماشي، لا بيبو هيختفي اداريا للابد، يبقى الطبيعي لما يكون على نفس الجهه رئيس النادي المنافس هو نادي الزمالك، اعتقد لو خسر نفس البطوله المفروض كان الرد ايه؟ ان هو هينتهي للابد. لا بيقول ولو خسر الزمالك بقى ابطال افريقيا فهي مؤامره معروف اطرافها. يا سلام، يعني الاهلي لو خسر بطوله افريقيا يختفي رئيس النادي للابد، اما الزمالك لو خسر بطوله افريقيا لا رئيس النادي هي مؤامره، ولو فاز الاهلي بابطال افريقيا ستكون التساعه. يعني مفيش اي حاجه تحدث لو النادي الاهلي فاز بالبطوله، لكن لو خسر البطوله نقلب الدنيا على النادي الاهلي ورئيس النادي الاهلي يختفي للابد، ولكن لو فاز هي التساعه. احنا خلينا نتكلم في الجانب اللي هو لو النادي الاهلي فاز، حقيقه فعلا لو النادي الاهلي فاز بطوله اتحققت اضافه رصيد بطولات النادي الاهلي نقطه من اول السطر، كانت البطوله غايبه ورجعت وهنكمل المشوار، والنادي الاهلي دايما ما بيقفش عنده بطوله بيكسبها ولا بطوله بيخسرها. لكن فكره ان انت حتى لو ده راي الجماهير تكون انت بخبرتك في المجال الرياضي تخلي 90 دقيقه هي حكم على مجلس اداره هنا او هنا، انا هنا بتكلم هنا او هنا، لان في النهايه لما فريقين يوصلوا نهائي دوري ابطال افريقيا انت كمجلس اداره خلاص عملت الهوم ورك اللي عليك، انت دلوقتي لا تقدر تضيف لعيبه ولا تقدر تضيف جهاز فني ولا تقدر تعمل اي حاجه، القرار دلوقتي عند مدير فني، انت دورك ان انت تقفل على الفرقه وتدي هدوء وتركيز للفرقه وتحاول توصل الفرقه في اعلى تركيز، لكن موجود مدير فني، موجود مدير كره، موجود مشرف على ابطال الكره كابتن محمد الخطيب، موجود لاعبين، هي اللي هتحدد الامور ده. توفيق اللاعبين في اليوم ده واجتهادهم وتركيزهم هو اللي هيمنح البطوله سواء لفريق هنا او لفريق هنا، ملهاش علاقه حاليا بفكره الاداره. وده الكلام اللي كان المفروض الكابتن احمد طيب يعني ما يقعش فيه. لكن حتى لو افترضنا بقى الربط اللي بين الاداره، ليه اداره هنا تختفي وليه اداره هنا عادي جدا ويبقى عليها مؤامره؟ انا مش فاهم ايه جو المؤامره اللي لازم نادي الزمالك يعيش فيه، هي فين المؤامره؟ مع احترامي جماهير نادي الزمالك السنه اللي فاتت لما وصلتوا نهائي الكونفدراليه، وصلتوا نهائي الكونفدراليه وكان رئيس النادي موقوف 3 شهور، وجماهير نادي الزمالك بنفسها كانت بتقول ان عدم وجود رئيس نادي الزمالك في الفتره دي وبعد عن الفرقه وان جروس هو اللي كان مسيطر وقافل على الفرقه كان لمصلحه الفرقه وعشان كده الفرقه خدت الكونفدراليه. مش ده كان كلام جماهير نادي الزمالك؟ مش جماهير نادي الزمالك اللي بتقول لما اداره نادي الزمالك بتتدخل في الفرقه الفرقه بيحصل لها مشاكل؟ هو مش ده كلام جماهير نادي الزمالك؟ ليه بقى لما يجي دلوقتي لاي سبب إن كان رئيس نادي الزمالك مش موجود في الصوره بقت مؤامره كونيه على نادي الزمالك؟ يعني نشغل علينا شويه. وبما اننا اتكلمنا بقى عن نادي الزمالك نروح لتصريح طبعا ابن رئيس نادي الزمالك امير مرتضى منصور اللي بيقارن نفسه او منصبه بكابتن محمود خطيب ويقول انا اكبر من اني اتقارن مع سيد عبد الحفيظ لان سيد عبد الحفيظ مدير كره، مدير كره في النادي الاهلي يتم مقارنته مع احترام لكل الانديه بافضل من هم موجودين في الادارات او مجالس ادارات الانديه الاخرى، مدير كره في النادي الاهلي ده منصب كبير جدا لو تعرف، يعني منصب كبير جدا قاعد فيه عظماء كبيره جدا،
ده من منصب بس مدير الكره. كابتن سيد عبد الحفيظ لاعب النادي الاهلي، لاعب منتخب مصر، كابتن من احد الكباتن له تاريخ كبير، ولولا الاصابه كان ممكن يكمل في تاريخه، وله بصمات في بطولات مؤثره، وكل جماهير النادي الاهلي تشهد بطوله 2001 اللي جت بعد غياب 14 سنه وبصمه كابتن سيد عبد الحفيظ، سواء في الدور قبل النهائي او حتى في المباراه النهائيه، وتسجيل هدف في صن داونز هناك، وتسجيل هدف في الترجي بعد ما كنا متعادلين هنا 0-0. يعني بصماته كلاعب موجوده، بصماته كمدير كره من افضل او من اعلى تحقيق بطولات في منصب مدير الكره في تاريخ النادي الاهلي. البطوله اللي حققناها بطوله الدوري دي البطوله رقم 15 في تاريخ كابتن سيد عبد الحفيظ كمدير كره للنادي الاهلي، وده رقم برضو لو تعلمون كبير وكبير جدا، خاصه ان هم مش بطولات المباراه الواحده ولا بطولات الست مباريات بتوع الكاس اللي ممكن التحكيم يجامل فيهم، لا ده بطولات بتدل على قوة الفرق. ففكرة الاستهانة بمنصب مدير الكرة في النادي الاهلي او الاستهانة بمن يشغل منصب مدير الكرة في النادي الاهلي دي فكرة غير مقبولة، خاصة وان الكابتن سيد عبد الحفيظ لما جاله المنصب ده جاله عشان هو لاعب كبير، هو له في التاريخ الكروي كتير، هو يقدر يضيف للنادي، وقدر من خلال المنصب ده اضاف للنادي. اما منصبك حتى لو كان منصبك ده هو المشرف العام على قطاع الكره في نادي الزمالك، وهو بيضاهي ايا كان مين في النادي الاهلي، وان فكره ان انت تقرن نفسك باسم كابتن محمود الخطيب اللي هو رئيس النادي الاهلي قبل ما يكون مشرف على قطاع الكره، هو اساسا جالك عشان انت ابن رئيس النادي. لو مش موجود رئيس النادي الحالي انت مش هيكون ليك مكان في اي منصب داخل نادي الزمالك، لانه جالك بصفتك ابن رئيس النادي. كابتن سيد حفيظ جاله بتاريخه بقدراته الاداريه وخبراته في عالم كره القدم، فجاله منصب مدير الكره وجاله مع اكتر من رئيس للنادي الاهلي. حضرتك بمجرد ما يكون مش موجود رئيس للنادي الزمالك الحالي هتكون حضرتك مش موجود في الصورة، لان المنصب ده جالك بصفتك ابن رئيس النادي. فعيب قوي لما تتخطى الحدود دي وتتكلم عن كابتن سيد عبد الحفيظ بتهكم، او مدير الكرة منصب مدير الكرة في النادي الاهلي بتهكم. وما اعتقدش ان انت يعني وصلت بالمرحلة من الجرأة دي ان انت تقرن اسمك باسم اسطورة كرة القدم في مصر، مش ممكن. ولكن اتكلم براحتك، وانا عجبني جدا الحالة اللي عايشاها جماهير نادي الزمالك واعلام نادي الزمالك. نروح بقى لجماهير النادي الاهلي والمفترض اعلام النادي الاهلي وكل مسؤول في النادي الاهلي. التزام الصمت، الموضوع بسيط جدا، انت عندك لازم تركز، والتركيز ده هيجي لك بالهدوء، والهدوء ده هيجي لك من انك تقفل على نفسك وتركز في يوم 27 نوفمبر ان شاء الله، ان انت تكون على منصة التتويج والرد يكون في الملعب ومنتهى الهدوء، ملناش علاقة باي عصبية، ملناش علاقة باي تصريحات، ملناش علاقة باي شد وجذب من اللي بيحصل ده، واعتقد احنا قادرين على ده، واعتقد ده المنهج اللي النادي الاهلي هيخطوه لغاية النهاية باذن الله، وهو ده المنهج اللي هنعيش عليه كمسؤولين في النادي الاهلي وكجماهير في النادي الاهلي. خلاص هم شايفين ان هم اقوى فريق في المجرة الكونية، موضوع من حقهم يشوفوه. هم شايفين عندهم افضل لاعبي العالم، موضوع من حقهم انهم يشوفوه. انت كجماهير النادي الاهلي لازم تلتزم الصمت وتهدى، لان احنا بالفعل عندنا فريق تقيل، احنا بالفعل عندنا فريق كبير. بعض التخوفات بقى لجماهير النادي الاهلي، احنا اخر ماتشين كنا الاعلى فنيا في السوبر، كنا الاعلى فنيا في الدوري، وانا قلقان من التوفيق، ده غير اللي قلقانين من التحكيم. خلينا نشتغل على فكرة التوفيق، وفكرة انا لاحظتها بتتقال دايما، ان نادي الزمالك من اقل محاولاته على المرمى بيقدر يسجل اكبر عدد من الاهداف، فهنعمل مقارنة. بس لازم اوضح فيه فروقات بين مقارنة اخر ماتشين، وليه مش بنقارن اخر 3 ماتشات او اخر 4 ماتشات، ليه مثلا ما بنجيبش مباراة السوبر اللي كسبنا فيها 3-2 وكنا متقدمين 3-0 لغاية اصابة قلبي الدفاع ياسر ابراهيم ومحمود متولي ربنا عافيه يعني، ليه ما بنتكلمش عن دي؟ ليه ما بنتكلمش عن المباراة اللي كانت بعد السوبر اللي احنا زعلانين ان احنا خسرناها بركلات ترجيح، وفريق الزمالك رفض ان هو يجي يواجه النادي الاهلي باعتراف رئيس نادي الزمالك ان هو ما كانش عايز يدخل معنويات اللعيبة مكسورة قبل ماتش الترجي. لا، المباراة اللي هي 3-1 انت دوافعك ايه؟ خلينا نتفق ان النادي الاهلي مر بمرحلة انخفاض في المستوى، وهي بعد العودة من كورونا، عدم تركيز ريني فايلر وقلق ريني فايلر من الفيروس كورونا وتوتره، وبدأ يحصل عدم تركيز، وكمان
يعني استعداد نفسي ان انت خلاص بقيت بطل الدوري، فالدوافع عنك قلت كتير جدا. فبالتالي لما لعبت مباراه اللي هي مباراه 3-1، الزمالك عايز يفوز بالمباراه عشان يوصل المركز الثاني، وانت عايز تطلع من المباراه بشكل اللي هو ايه، ما تخسرش يعني، ده الهدف الاول، ما تخسرش، تكسب اه لكن ما تخسرش. وحصلت طبعا بعض الاخطاء التحكيميه او بعض التوفيق اللي حصل خسرك المباراه. مباراه نهائي افريقيا الوضع مختلف تماما، انت دلوقتي رجع الكيرف بتاعك يرجع تاني زي ما كنت بالظبط في مباراه سان داونز. جالك مدير فني بيهتم بالجوانب النفسيه زي موسيماني بجانب الجوانب الخططيه اللي كلنا شفناها في الاربع مباريات بتوع الدوري والمباراتين بتوع الذهاب والعوده امام الوداد. فعشان تهدى وترتاح نشوف موضوع المحاولات ده بين الاهلي والزمالك خاصة في دوري ابطال افريقيا، لان لما بقول في الدوري الناس ما تقارنش محليا، انا اقارن في دوري ابطال افريقيا مباراة سان داونز مع الاهلي ذهاب وعودة، مباراة الوداد مع الاهلي ذهاب وعودة، دولت اعلى مستوى فني وصل لهم الاهلي خلال الموسم باستثناء المرحلة اللي بعد كورونا كان انخفاض المستوى الفني. ومباراة الزمالك امام الترجي ذهاب وعودة، ومباراة الزمالك امام الرجاء ذهاب وعودة، اللي تقريبا برغم تغيير المدير الفني لكن نفس الطريقة نفس الفكر من هنا لهنا، نشوف المحاولات على المرمى ونشوف هل فعلا الزمالك متفوق على الاهلي من التسجيل من اقل المحاولات على المرمى. الاحصائيات تبين ده. دي احصائيات الزمالك امام الترجي ذهاب وعوده والرجاء ذهاب وعوده. اول حاجه هنلاحظها هي فكره ان الزمالك في الاربع مباريات دول كان استحواذه اقل من 50% باستثناء مباراه الترجي الاولى اللي كانت في القاهره اللي انتهت 3-1 وكانت نسبه الاستحواذ 68%. اذا مدرسه الفن والهندسه هي مدرسه حاليا لا تعتمد على طريقه الاستحواذ ومعتمد على طريقه اخطف واجري او قفل دفاعاتك والعب على الهجمه المرتده، وكل فريق له حق تماما ان هو يختار الاسلوب اللي يناسب امكانيات لاعبيه. لكن بس على سبيل الحديث دي مش مدرسه فن وهندسه. المحاولات بقى، نروح للمحاولات. في مباراه الترجي كان في 5 محاولات اون تارجت من اصل 13 اصفرت عن 3 اهداف، وفي مباراه الترجي عوده كان في 3 محاولات منهم محاولتين على المرمى لم تصفر عن اي اهداف، لان المباراه انتهت لصالح الترجي 1-0 وتالق ابو جبل في المباراه دي وانقذ الزمالك وعبر بيه للمباراه اللي بعد كده اللي هي مباراه الرجاء. الزمالك في مباراة الترجي سواء ذهاب وعودة كان محاولاته 13 من داخل منطقة الجزاء حوالي 7 ومن خارج منطقة الجزاء 6. المباراة اللي كانت في تونس 3 محاولات، 2 من الخارج وواحدة من داخل منطقة الجزاء. كل تمريرات نادي الزمالك في أي مباراة من الأربعة الكبار دول لم تتخطى 500 تمريرة، وأعلى نسبة دقة تمريرات صحيحة كانت في مباراة الترجي ب 82%، وبقية النسب 65 71 79. عرضيات نادي الزمالك بيعتمد عليها بشكل كبير في المباراة اللي قدر يسجل فيها أهداف 3 في الترجي و3 في الرجاء. طبعا 12 عرضية كان منهم 5 صح في مباراة الترجي، و18 عرضية في المباراة الأخيرة أمام الرجاء كان منهم 8 صح، وطبعا تم تسجيل منهم أهداف. دي كانت احصائيات نادي الزمالك. يهمنا في الموضوع ده كله ايه؟ هي فكره المحاولات. في ماتش الترجي 13 منهم 5 اون تارجت، في العوده 3 2 فقط اون تارجت، الذهاب هناك 4 محاولات فقط لغير 3 اون تارجت اصفرت عن هدف. الرجاء عوده هنا ال 13 محاوله دول كان منهم 8 اون تارجت، وكان طبعا دولت بعد ما حس الزمالك بالخطر. طيب يعني كده محاولات الزمالك زي ما احنا بنقول 5 اون تارجت من 13، يعني اقصى رقم وصل ليه محاولات على المرمى نادي الزمالك هو 13 محاولة، اقصى رقم وصل ليه على المرمى كان 8 وما سجلش غير 3 اهداف، برغم ان الخمسة الاولين في الترجي سجل 3 اهداف. نشوف ارقام نادي الاهلي وبعد كده نرجع نشوف فكرة المحاولات دي كاجمالا في الاربع مرات، والنادي الاهلي محتاج ايه يركز عليه، ونادي الزمالك هو فعلا متميز في حاجة عن الاهلي ولا لا. دي احصائيات مباراة الاهلي امام سان داونز والوداد. وطبعا قلنا برغم اختلاف المدير الفني لكن انت كنت في قمة مستواك امام سان داونز ذهاب وعودة، وكذلك امام الوداد حتى وان اختلف موسيماني. هتلاقي النادي الاهلي بقى على عكس خالص فكرة شخصية الفريق البطل، شخصية الفريق اللي بينزل يستحوذ على كرة القدم باستثناء مباراة واحدة فقط لغير، وهي كانت مباراة امام من وجهة نظري اقوى فريق في افريقيا في دور الثمانية هو سان داونز لما كنا بنلعب ماتش العودة وتعادلنا 1-1. نروح بقى لمحاولات النادي الاهلي. هتلاقي في مباراة سان داونز في 25 محاولة في الذهاب كان 5 فقط لغير اون تارجت. هنا في مشكلة هنقولها، بس ال 25 لازم نوضح ان في منهم 11 كرة
حصل فيها بلوك، يعني اصلا المحاوله ما كملتش، لا راحت على المرمى ولا راحت خارج المرمى. لكن في صن داونز العوده كان 5 محاولات من اصل 11، وبالتالي انا هحسب هنا محاولات صن داونز الاولى 5 من 16، مش 5 من 25. في ماتش الوداد كان في 3 اون تارجت من اصل 11. ايه ده؟ الوداد ذهاب سجلت انت منهم كام؟ سجلت انت منهم 2. طب ما الدنيا حلوه. في ماتش الوداد العوده كان برضو 11 محاوله على المرمى، كان منهم 5 اون تارجت، سجلت كام؟ سجلت 3 من 5. طب ما برضو الدنيا حلوه. ايه بقى القلق يا جماعه؟ الفكره القلق فين؟ هنشوف القلق فين بس لما نروح للمحاولات ومقارنه بين الاهلي والزمالك. لكن لازم تبقى عارف ان انت في كل المباريات قدرت تصنع فرص محققه وقدرت تستغلها بشكل كبير جدا في معظم المباريات. صن داونز ذهاب صنعت فرصتين، صن داونز عوده صنعت فرصه ولكن ضاعت بادجي. الوداد 3 فرص سجلت 2. الوداد عوده كان فيه 3 فرص واهدرت واحده محققه. تصويباتك من داخل وخارج ال 18 في ماتش صن داونز هتلاقي 14 خارج 11 داخل، 5 داخل، اللي بين القوسين هو اللي خارج يا جماعة، 5 داخل و6 خارج، دي التصويبات، و4 خارج في ماتش الوداد عودة، و7 من داخل ال 18، وفي الوداد 3 من خارج ال 18 و8 من داخل ال 18. ده بقى مهم جدا ان انت بقيت بتوصل لجوه ال 18 عشان تعمل محاولة على المرمى، فبالتالي دقتها بتزيد. وعشان كده من 3 محاولات على المرمى في ماتش الوداد جبت 2، ومن 5 محاولات على المرمى في ماتش الوداد عودة جبت 3 اهداف، وهنا الفارق اللي حصل مع موسيماني عن ريني فايلر. لكن بالنسبة للتمريرات انت على ملعبك بلس 500 على طول، خارج ملعبك طبعا كانت مباراة صن داونز اللي هي الصعبة كانت أقل عدد من التمريرات وأقل عدد حتى في دقة التمريرات 68%، لكن عندك المباراتين اللي على ملعبك وصلت ل 82% من دقة التمريرات في ماتش صن داونز و85 مع الوداد ومع موسيماني. العرضيات أيضا كانت في ماتش صن داونز مع ريني فايلر كانت أكتر، لكن مع موسيماني كانت العرضيات أقل لأنه بيلعب دايما الكرة بشكل مختلف وبيحاول يعتمد على اللعب من العمق. ده طبعا اللي هيوضح بقى فكرة او التخوف او القلق من مقارنة الاهلي بالزمالك، اللي الزمالك بيتقال ان هو بيسجل اكتر عدد من الاهداف من المحاولات. دي بقى المحاولات، عدد المحاولات للنادي الاهلي ونادي الزمالك في الاربع مباريات، دور الثمانية ودور قبل النهائي. وجبت دور الثمانية ودور قبل النهائي عشان قلت زي ما قلت، اولا دي مباريات لها طابع خاص عن دوري المجموعات، والاهم دي اللي يعني ممكن تديك مؤشر عن اخر مرحلة فنية للفريق. يعني انا ما رجعتش للتاريخ وقلت ان قابلنا الزمالك 8 مرات في دوري ابطال افريقيا، احنا كسبنا 5 وهم تعادلوا 3. ما رجعتش وقلت ان موسيماني متفوق على الزمالك نفسيا وعلى سبيل الارقام وقدر يحقق البطولة في 2016. لا، انا بكلمك عشان اطمنك، فبكلمك على اخر مستوى فني للفريقين في البطولة الافريقية، وتحديدا مباراتي دور الثمانية والدور قبل النهائي اللي تقريبا الفريقين مفيش اختلاف في مستواهم عن بعض. يعني الزمالك عن زمالك الترجي عن زمالك الرجاء تقريبا المستوى ثابت، طريقة اللعب ثابت، واهلي صن داونز واهلي الوداد تقريبا برضو طريقة اللعب ثابت، ومستوى النادي الاهلي اعلى من المرحلة اللي انهزم فيها امام الزمالك في الدوري. عدد محاولات الاهلي 49 محاولة مقابل 33 محاولة للزمالك. نسبة او دقة المحاولات على المرمى 18 للزمالك و18 للاهلي، يعني الاهلي من 49 محاولة في الاربع مرات نفس عدد المحاولات على المرمى 18، بس دي بنسبة 36%، والزمالك بنسبة 54% من 33 في 18. يعني ايه؟ يعني انت في كل مباراة ليك 12 محاولة ليك في كل مباراة 12 محاولة، منهم تقريبا من 4 لـ5 محاولات بيكونوا على المرمى. الزمالك بيكون له 8 محاولات في كل مباراة، من 4 لـ5 بيكونوا تقريبا محاولات على المرمى. دي اسفرت عن كام هدف للاهلي؟ 8 اهداف، واسفرت عن 7 اهداف للزمالك، يعني بنسبة 44% من المحاولات على المرمى للنادي الاهلي انت سجلت اهداف في الاربع مباريات، ونسبة 38% لنادي الزمالك سجل اهداف من المحاولات اللي هي ايه؟ اون تارجت. اذا هنا المشكلة فين اللي بيوضح للزمالك التفوق ده؟ المشكلة في عدد المحاولات الكتير اللي النادي الاهلي بيعملها، وعدد المحاولات الاقل او النسبة الاقل بتكون اون تارجت. اعالج ده ازاي؟ موسيماني بدأ يعالج ده، اللي هي فكرة لما تكون المحاولة اللي انت او الهجمة بتاعتك بتفنش بيها لازم تفنش صح، يعني لازم تقلل فكرة الكورات او المحاولات اللي او اوف تارجت.
كل المحاولات تركز دايما ان تزود عدد محاولات اون تارجت، لان لما بتزود عدد محاولات الاون تارجت انت دقه تسجيلك هي اعلى من نادي الزمالك، بدليل ان انا زي ما قلت كده من 4.5 محاولات كل مباراه، يعني من 4 مباراه 4 مباراه 5 مباراه 4 مباراه 5 زيك زي الزمالك، ده اون تارجت. انت مسجل 8 اهداف في الاربع مباريات، 2 في صن داونز، 1 هناك في صن داونز، 3، ومسجل في الوداد 5، 8 اهداف. الزمالك مسجل 7 اهداف فقط لغير. ففكره ان انت تبدا تقنع وتخزن في عقلك الباطن ان كل محاولات الزمالك اون تارجت او من اقل محاولات اون تارجت بيسجل اهداف اكتر، دي فكره نسفناها وغير صحيحه. وبالارقام الاهلي والزمالك في الاربع مباريات لهم 18 محاولة اون تارجت بمعدل 4.5 محاولة كل مباراة من الاربعة. الاهلي سجل في النهاية 8 بنسبة 44%، الزمالك سجل في النهاية 7 بنسبة 38%. اللي حسسك بالفارق ده ان المحاولات اللي هي اوف تارجت عند النادي الاهلي هي اعلى، وده اللي بنقول موسيماني اشتغل عليه وبدأ يقلل فكرة المحاولات اوف تارجت وبدأ يخلي فيه دقة على المرمى، وعشان كده هو مقتنع بواحد زي مروان محسن عن مثلا بادجي، بان هو مروان محسن عنده دقه محاولات على المرمى، لما بيحاول المحاوله على المرمى بيكون هو عنده الدقه اعلى شويه، فبالتالي الراجل شغال على كده. عشان كده لما عملت 5 اون تارجت في ماتش العوده بتاع الوداد كنت جايب 3 اهداف، لما عملت 3 اون تارجت في الوداد هناك في المغرب كنت جايب 2. ده مؤشر جيد، وده اخر مستوى فني، ودي اخر ارقام للفريقين. انت بس اللي شيل القلق من جواك، وان شاء الله التوفيق يكون حليف لاعبتنا. وموسيماني تاكد شغال على فكره دقه المحاولات على المرمى، وان شاء الله المباراه تكون النهائي يكون من نصيب النادي الاهلي، ونحتفل كلنا بالبطوله الاقدر بيها هو النادي الاهلي بكل تاكيد، والمشوار هو الاصعب للنادي الاهلي ومر بظروف صعبه وقدر يتخطاها. والحقيقه عشان نكون منصفين، سواء تغيير الجهاز الفني هنا او تغيير الجهاز الفني هنا، الناديين كانوا موفقين، ولكن في نادي بيحافظ على ثوابت ونادي ما عندوش اي مشكله، او بمعنى صح مش فارق معاه فكره الثوابت وبيتصرف بشكل مكافئ لي بحت، حتى لو مدرب هرب انا اجيبه طالما مصلحتي معاه. في النهايه المباراه 90 دقيقه، القلق من التحكيم لازم هنشتغل عليه الفتره الجايه، واعتقد هيكون في يعني دعوات لممثلين في كره القدم في افريقيا او في الفيفا، وان شاء الله يكون التحكيم يعني نحاول بشكل ما نوصل لمرحله من العداله في عهد احمد احمد. لكن انا ما اقدرش اتكلم عن تخوفات من التحكيم، لان وارد جدا او اللي بيحصل في الكاف دلوقتي حاليا لازم يخلينا عندنا قلق من التحكيم، لكن دورنا باذن الله هنضغط على التحكيم، وباذن الله اللعيبه تبقى منفصله تماما عن الضغط ده، واللعيبه بشكل كبير جدا مش عايزين من اكتر من هدوء تركيز وتركيز تام، وان شاء الله يكون في توفيق. وطبعا مش عايزين نتكلم كتير عن المباراه ونسيب الجانب الاخر يستشعر الانتصار من دلوقتي، وباذن الله من يضحك اخيرا يضحك كثيرا، وان شاء الله ان شاء الله يكون التوفيق حليف النادي الاهلي. نشوفكم في حلقه جديده، وما تنسوش تستنوا الاهلي خط احمر يوم الثلاثاء الساعه 12 بالليل. سلام.